تروح الخلاط؟ اه تحب تشرب ايه هناك؟ حاجات كتير، بس انا مشروبي المفضل مانجا. مش جايبين مانجا المره دي، مش عارفه ليه. لو مثلا هو مثلا مش هيجيب دهب، بيقول لك مثلا اكتفي مثلا بالدبله بس، ايه رايك في الحوار ده؟ رايي في الحوار ده هقول له انا كده كده مش بحب الذهب، انا بحب الماس. اخيرا اخيرا لقيت حاجه حلوه. بحب الماس، ايه بحب الماس. ده ذا بلايند ديت شو، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني وبينهم الحيطه دي. البلايند ديت بتاعنا عباره عن 4 راوند، كل راوند موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقه بحياه كل واحد فيهم، لبس، فلوس، شغل، حاجات تانية كتير. وبعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريت على انهم قد ايه شبه بعض في الراوند دي. والاخر قبل ما كل واحد يعرف التاني هيقرروا اذا كانوا ينزلوا مع بعض دي التاني ولا لا. هاي هاي، ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه. وانت؟ تمام الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي محمود، بس قولي لي شعشوع. يعني اقول لك ايه؟ شعشوع. ايه العلاقه بين محمود وشعشوع؟ لا ده اسم شهره كده يعني. اسم شهره؟ اه. انت اسمك ايه بقى؟ او حابه ان اندهلك بايه؟ لا اقول لك بعد الحلقه على حسب بقى. طب يعني اندهلك بايه حتى؟ تندهلي بايه؟ شوف انت حابب تندهلي بايه واندهلي. طب افرض قلت اسمي مثلا ما عجبكيش، يبقى انت وحظك بقى. انت عندك كام سنة؟ تديني كام سنة؟ 24؟ يعني 25 في الحاجات دي يعني. مش عارفة، بس يعني قربت. قلت ديت قبل كده؟ مثلا اه. طب كويس، يعني انت مش متوتر ولا حاجة؟ لا انا مش متوتر. انا عارف انت مش عايزك تتوتري. بس انت برج ايه؟ برج الميزان. وانت؟ انا الثور. الثور؟ الثور صعبين قوي. لا والله غلابة على فكرة. هنشوف. تنزلك حاجة؟ ايه ده، من الخلاط؟ اه انا بحب الخلاط قوي على فكرة. تروح الخلاط؟ اه. تحب تشرب ايه هناك؟ حاجات كتير، بس انا مشروبي المفضل مانجا. مش جايبين مانجا المرة دي، مش عارفة ليه. هو تقريبا انا بشرب بارادايس. اول نزل لك ايه؟ مشروبك ايه؟ بصراحة. مش عايز تقول لي؟ اه. طب ليه؟ يمكن اللي معايا احلى مثلا فانت تقولي هاتيه. هات. ماشي، طب ندوق ونكرر. ماشي. لا انا عجبني، مش هبدل. انا اصلا ما قلتلكيش على تدليل. طب قول لي بقى انت نزل لك ايه؟ لا برضو؟ اه. مش عايز اعرف على فكره. المهم بمناسبه راس السنه قربت وكده، يعني هتخرجي تروحي فين؟ ولا ما تخرجيش اصلا؟ لا ممكن افكر اروح الخلاط اخد عصيري المفضل واقعد شويه واروح البيت. بس كده يعني؟ اه. وانت؟ لا انا ما بخرجش. ايه الكآبة دي؟ انا كل يوم بخرج عامه يعني، فمش هيفرق راس السنه من كده يعني. ليه بس؟ اجواء راس السنه بتكون فيها اجواء تانية، والخلاط بصراحه بيبقى عامل جو حلو. ماشي، بس انا مش فارقه معايا، انا كل يوم هناك كده كده يعني. واضحه الكآبة من اول كآبة؟ اول الموضوع. ماشي تمام. ده حوار. ده انت ماديه جدا جدا جدا. لو ارتبطت بحد او مثلا كنت معجبه بحد واكتشفت انه بخيل، مش هرتبط. مش هترتبط؟ طب افرض كنت يعني مثلا بتحبيه. مش هحبه. طب بعد ما حبيتيه واكتشفت ده بعدين؟ لا بيبان الموضوع ده من الاول. بيبان ازاي؟ إيه، لو حد كريم اكيد من اول تعامل بتاخد الانطباع ده عنه. بعد كده لا خلاص، يعني خدت انطباع عن حد ان هو بخيل. رن. انت لو معاك فلوس كتير هتعمل بيها ايه؟ اول حاجه العربيات دي طبعا اللي بحب اجيب وابدل وكده يعني. ثاني حاجه المشاريع، دايما بفكر في مشاريع وكده، بس ما بعملش يعني. طب ليه؟ هتعمل مشروع ايه؟ طيب كتير، حاجات كتير يعني، مثلا ايجار عربيات. فكك من الحوار ده بقى، وعايز اشوف اللي ينزل لي ده. انت نزل لك ايه؟ ما خلاص مش هقول لك بقى. برضه مش هتقول لي؟ دوي بس وانت ساكته. بس ما انت قلت لي كئيب، خلاص انت بدات النكش معايا كده، خدي بالك. طب بتنزل لك حاجه بتتاكل ولا بتتشرب؟ مش هقول لك. نرجع بقى لموضوع الفلوس. تمام. لو ارتبطت بحد او بخطيبتك مثلا او بالبنت اللي هترتبط بيها بعد كده، ايوه، تحب هي مثلا لو كنت معزوم في مكان هي اللي تدفع الفلوس ولا انت؟ لا طبعا اكيد انا. طب حلو، دي حاجه كويسه. طب لو اكتشفت بقى ان انت مش معاك فلوس، تتصرف ازاي؟ هتعدي الموقف وهتخليها هي اللي تدفع ولا هسيبها تدفع؟ ما اعمل لها ايه يعني.
هسيبها تدفع. هسيبها تدفع ما حاش حد يعني مثلا اهرب. لا انا قلت ان احنا مش متفقين ولا مش هسيبها. انا قلت ان احنا مش متفقين من الاول. هتمشي وتسيبها كمان؟ طب ماشي انا دلوقتي معيش فلوس. اكتشفت ده بعدين هعمل ايه مثلا؟ يعني ممكن مثلا تتصل بواحد صاحبك عشان يعالج الموقف. تمام هات لي فلوس. ما هي معايا بس مش حلوه مش شياكه صح؟ ولا انت ايه رايك؟ احنا المفروض ستر لغات على بعض او بيكونوا ستر لغات على بعض. لا انا عن نفسي مش مش في الفلوس خالص. انت شكلك ماديه فعلا جدا بخيل. طب لو ارتبطت بحد بعدين ربنا كرمكم يعني واتجوزتوا كده وقال لك تشارك معايا في مصاريف البيت يعني مثلا جزء عليا وجزء عليك. بص لو هو اصلا من الاساس شخصيته كريمه وحصل مثلا ظرف طارئ واحنا ممكن مثلا نشارك بعض. اصل الحياه كده كده اوريدي مشاركه فلا ليه لا يعني انا موافقه جدا ان انا اعمل كده. ما حصلش ظرف طارئ ولا محمد انا هنعمل ايه؟ ما حصلش ظرف طارئ لا خلاص هو بقى المسؤول عني بقى وعن لبسي و المفروض انتوا الاثنين يعني تساعدوا بعض يعني مثلا انت تشيلي حاجه هو يشيل حاجه. ليه الرجال قوامون على الرجال. طب ما انت شغاله ليه عشان تجيب حاجه لنفسك يعني؟ لا ده كارير. ايه ده كارير. اه كارير تمام. واضح ان مش عاجبك الكلام. لا لا عجبني بما انك ماديه يعني واكتشفت عرفت انك ماديه يعني. لا مش ماديه. او بخيله؟ لا مش بخيله برضو. ما انت قلت ظرف طارئ ومش ظرف طارئ وهساعده ومش هساعده بتاع. انا ماشي كلنا بنحب الفلوس اكيد. ماشي. طب بالنسبه لبقى الخطوبه وحوار الفرح وكده مثلا ارتبطت بحد لو مثلا هو مثلا مش هيجيب ذهب بيقول لك مثلا هكتفي مثلا بالدبله بس ايه رايك في الحوار ده؟ رايي في الحوار ده هقول له انا كده كده مش بحب الذهب انا بحب الماس. اخيرا اخيرا لقيت حاجه حلوه. بحب الماس. ايه بحب الماس. الماس. اه طب وبيفرق معاك حوار الفرح والخطوبه ان هو لا احنا لازم مثلا نعمل خطوبه؟ لا مش بيفرق معايا. بص هو طالما في ماس فالخطوبه مش فارقه معايا اساسا. ايه؟ ماس ايه؟ خاتم كده إيه؟ مثلا حاجه كده يعني. ايه حاجه كده يعني. حاجه كده ازاي مش فاهم. ماس انا مش بحب الذهب. وانت بتقولي لي قفلتني؟ ايه انت اتقفلت ولا ايه؟ لا لا عادي مفيش حاجه. واضح. تمام. ده ايه ده بقى؟ سوشيال لايف. ارتبطت بحد مثلا وليه مثلا علاقاته مفتوحه مثلا صحاب سواء بنات او اولاد. ايه رايك في الحوار ده؟ مين اللي ليه صحاب؟ لا ترتبت بيه؟ لا بصراحه لا ما بحبش. طب ولو كان ليه مثلا اكتشفت انه ليه؟ لا بحب اللي مرتبطه بيه يبقى مكتفي بيا انا بس. ماشي ما هو مكتفي بيك كحب غير الصحاب. لا لو شغل لا صحاب لا 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 برفض. طب ليه بيست فريند مثلا زي اخته كده؟ هتبدل؟ انزل لي بس ورد عليه. امال انا بعمل ايه في حياته؟ انت مراته. يعني مراته فاكيد البيست فريند بتاعته. لما يتخانق معاك مثلا يروح يحكي لها مثلا؟ ما انا مش هخليه يتخانق معايا. بتاكلي باليمين ولا الشمال؟ اكيد باليمين يعني. ماشي انا باليمين بقى. نزل لك ايه؟ مش هقول لك. على فكره انت الحته دي خدتيها مني خدي بالك يعني. حاجه كده فيها فواكه. فاكهه؟ اه. طب تيجي نبدل؟ طب انت انزل لك الاول. حاجه فيها غبار. طب ماشي نبدل. تعالى نبدل كده. ايه رايك؟ ايه؟ عجبتني. عجبتك؟ اه. طب اما نرجع لحوارنا. حوار بيست فريند اللي هي بنت. لو كانت ليه بيست فريند بنت هتعمل ايه؟ لا ما انا قلت لك ان انا مش الشخصيه دي خالص. مش هتقبلي بيها يعني. هو اصلا من نفسه كده مش هيوافق هو بحاجه زي كده. بس طول ما انا موجوده في حياته خلاص هيكتفي بيا انا. ثقه بقى تقدر تقول ثقه غرور راحتك. طب وانت عندك بيست فريند؟ لا. طيب تقبل اللي هترتبط بيها يكون عندها؟ لا. لا ليه اشمعنى؟ اشمعنى اتعصبت ليه؟ ايه اشمعنى اتعصبت ليه؟ ما الموضوع غير. لا مش مختلفه ولا حاجه. هي مختلفة. هي نفس الفكره اللي بتطبقه على نفسك طبقه على غيرك. طب على العموم لو ارتبطت بحد طول اليوم قاعد مع اصحابه مثلا على القهوه طول اليوم سايبك متعصب للكوره مثلا. لا 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 بص انا ست ديمقراطيه. يفرق معاكي؟ لا مش هيفرق. بص هو اقول لك على حاجه مش هيفرق معايا لسبب اني انا كده كده هكون رقم واحد في حياته. فطبيعي ان اصل انت الشخص اللي انت هترتبط بيه ده مش لازم يبقى
معاك طول الوقت، لازم يبقى فيه كده شويه. انا ست ديمقراطيه، هقول له اخرج مع اصحابك واتفسح واخرج وسافر وروح المكان اللي انت بتحبه، مش هخنقه يعني، فاهمني؟ يعني عادي ده. اه طب وانت؟ ان هي تخرج وكده برضه؟ ان هي تخرج مع اصحابها اه مثلا مره في الاسبوع ماشي، بس مش على طول، مش طول يوم مع اصحابها. مثلا تكلمني وانا بره، مثلا انا خارجه فاقول لها ماشي. لا مره في الاسبوع؟ اه. طب لو حصل ظرف مثلا وقالت لك انا حابه اخرج مع اصحابي، هتسيبها ولا ايه؟ ظرف زي ايه يعني؟ مهم مثلا ليه لازم تخرج؟ اه مش هقفش اللي هو على طول مثلا لا وكل حاجه لا وماشي، بس هشوف الاول هل مهم ان هي تخرج ولا لا بس. طب هي برضو عايزه تخرج حتى لو ما كانش مهم، هتعمل ايه؟ ما والله بدماغي. قالت لك مخنوقه مثلا؟ بدماغي بقى ساعتها، بدماغي على حسب مزاجي. بس ده كده ظلم. ليه ظلم؟ ظلم ان هي تمشي بدماغك، المفروض يكون في تفاهم اكتر من كده. لا انا شايف في الحته دي بصراحه ان انا بدماغي انا يعني. تخرج او ما تخرجش، الا الخروج ده بالذات لازم فيه الاستئذان. طب لو انت مثلا بره البيت وحصل مثلا ظرف واضطرت تنزل حاجه ضروريه، ايه الضروري؟ ما انا بره، ما انا اللي هروح. طب ما قالتلكش مثلا يعني؟ ما قالتليش. اه لا ده ساعتها مش عارف اقول لك اعمل ايه بقى. هتعمل ايه؟ كتير كتير. اه هو ده الراجل الشرقي. ما انت عايزه غربي؟ لا بس يبقى في تفاهم. ما تفاهم يعني واحده خرجت من غير ما تقول له، ازاي فيها تفاهم؟ انت اجتماعي ولا مش اجتماعي؟ اه اجتماعي جدا على فكره. اجتماعي جدا، لاي درجه يعني؟ لو انت خارج مثلا بره لازم يبقى في الخروجه بنات؟ اه اه اه. ازاي يعني؟ يعني اللي هو بقول لك انا اجتماعي جدا يعني، مثلا حتى لو واحده شفتها النهارده ممكن تلاقيني تاني يوم بقيت بيست فريند معايا. بيست تاني يوم؟ اه. انت الولد الوحيد مثلا في قعده البنات؟ لا. اه ازاي يعني؟ يعني مثلا انا عامه يعني حوار الارتباط ده ما برتبطش، انا كله صحاب يعني، تلاقي العلاقات مفتوحه. طب انت تقبل اللي هترتبط بيها يكون عندها صحاب؟ صحاب ازاي يعني؟ صحاب ايه؟ اشمعنى انت؟ لا صحاب ايه؟ ما انا ما فهمتش السؤال برضو. صحاب اولاد. صحاب ايه؟ اولاد. اولاد ازاي؟ اولاد. لا انا بالنسبه لي انا لا. ليه طيب؟ ما انت كنت لا ما فيش اصلا وجه نقاش للسؤال اللي انت بتقوليه ده اصلا. انا شايف انا يبقى عندي، انت لا. طب انت اتعصبت؟ اه. لا اعتذر لي بقى. نعم؟ لا ما بعتذرش انا. لا اعتذر انا ما بعتذر يعني ايه؟ يعني انا مثلا انت هتقارن نفسك بيا؟ انا راجل. طب هو انا برضو ليا حقوق. حقوق ازاي يعني؟ بتصاحبي اولاد يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اه ايه المشكله؟ ايه المشكله ازاي؟ طب ما انت راضيها على نفسك، انت شايف ان انت غلط في ده. اه لكن انا مثلا ابقى قاعد مثلا مع صاحبي وانت مثلا تقعد تقولي لي مثلا مين جاي لي تحت، ده محمد ولا مش عارف مين جاي لي تحت، ويعني انت ولا ايه؟ مش فاهم. انت تقول لي صاحبتي بتنده عليا تحت وانا نازل اقابل صاحبتي ازاي؟ مش هقول لك اصلا. مش هتقول لي؟ مش هحكي لك، هقول لك نازل تحت وخلاص، لازم اقول يعني؟ طب انت كده يبقى بتخوني. مش بخونك، صحاب. لا ما فيش حاجه اسمها صحاب. ازاي صحاب؟ صحاب يعني مثلا اتخانقت معاكي في يوم مثلا واتخانقت منك ونزلت احكي لها. هو ما فيش صحاب اولاد؟ صحاب بنات بس؟ انت بتصاحب بنات بس؟ ما انا بقول لك كده وكده. كده وكده. بس افرض الاقرب لي مثلا بنت. افرض انا مش عندي. ما تقارنيش انت نفسك وتقولي طب انت هترضى علينا، لان الكلام ده اصلا انا هرفضه خالص. ليه مرفوض؟ بقول لك ما فيش وجه نقاش فيه اصلا يعني، ما تناقشنيش في الحوار. اعتبريني زي ما تعتبريها، بس انا في الحوار ده لا. ما فيش سعيدي. سعيدي وشرقي ومتزمت؟ سعيدي؟ اه سعيدي. شرقي؟ سعيدي. طب إيه؟ ليه ما انت كنت ماشي حلو من اول لا. الحلقه. لا انا خلاص انا مش همشي حلو. شكلنا كده ما فيش اتفاق. لايف ستايل. لايف ستايل. انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في الميديا. وانت؟ في الميديا. مش بحب انا حوار الميديا وشغل الميديا ده، خدي بالك خالص. اه ماليش فيه، مع انه شغل حلو. ما بحبوش الصراحه. طب وانت بتشتغل ايه؟ انا فاتح مشروع. حلو. قولي البنت اللي بتحب ترتبط بيها يكون شكل لبسها عامل ازاي؟ بص عامه انا ما بحبش الاوفر في الحاجتين يعني، ما بحبش مثلا اللي هو اقول لا واسع خالص واللي هو اللي هو بطريقه اوفر، ولا ضيق قوي برضه، اللي هو حاجه في الوسط كده، كاجوال هادي في كده يعني. انما مثلا الاقي مثلا لبس ضيق خالص قصير، ده مرفوض تماما عندي يعني، ما بحكيش فيه. بتحب ايه مثلا في الاوتفيت بيكون شكل لبسه ايه؟ بحب شكله يكون مهندم، اللبس لايق عليه، ما يرتبطش مثلا بموضه،
لا طالما الحاجة لايقة عليه وبرضو في إطار الـ 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 الاجتماعي اللي احنا بنحبه جنتلة كده. طب مثلا هو دلوقتي بيلبس كلاسيك، لبسه كله كلاسيك، حتى لو مثلا مشوار في الهادي مثلا كده كده بيلبس رسمي، بيحب الكلاسيك، وانت مثلا عايز غير من طريقة لبسه دي، هتجيبها له ازاي؟ او لو مثلا مش عاجبك لبسه هتجيبها له ازاي؟ لو مش عاجبني انا ممكن الفت انتباهه واقول له ده احلى، بس مش هعترض اعتراض كليا. على فكره انت ممكن ما تقوليش رايك خالص، يعني كل واحد براحته. طب انا كمان لو لبست برده، ما هو المفروض برده ما يقولش رايه. تلبسي اللي على مزاجك يعني ولا ايه؟ بالظبط براحتي. مش انت لسه قايل دلوقتي كل واحد براحته؟ لا، هي تلبس اللي انا احبه. طب وانت؟ انا البس اللي انا احبه برده. لا ازاي؟ ايه ده بقى ده؟ نيو يير. اول حاجه هعملها في السنه الجديده، ايوه، مش عايزه اشوف وشك تاني. ولا انا. ايه رايك بقى؟ احساسي. ايه احساسي؟ هو ده احساسي برضو يعني. ماشي، وده نفس الاحساس عنده بعضها. ماشي، وده نفس الاحساس برضو. على فكره نتكلم جد بقى، داخلين على سنه جديده وكده، يعني 2023، حابه مثلا تبقى ايه في السنه الجديده، او تعمل ايه، او ايه اللي حابه يبقى في نفسك في السنه الجديده؟ والله انا حابه حاجات كتير قوي يعني. زي. انا طموحه جدا، حابه ابقى مذيعه ناجحه، حابه ابقى حد شاطر قوي في مجالي، حابه حاجات كتير ملهاش طموح، بس حابه برضو اغير حاجات كتير. زي انا مثلا قطعت علاقتي باشخاص مش حابه ان هم يكونوا في حياتي تاني مهما حصل. حاجات كتير اتغيرت في شخصيه الشخص من سنه لسنه. حاجات ومواقف كتير حصلت مثلا مش هكررها تاني، خلاص اتعلمت منها. تمام. طب وانت؟ في كذا حاجه في دماغي، مثلا نفسي ان انا في السنه الجديده ابقى احققها ان شاء الله. السنين اللي فاتت برضو، او السنه اللي فاتت، كان في مثلا حاجات مثلا كنتش بحبها، مثلا كنت بعملها وكده، او اللي هو مش حبيبها في نفسي يعني. فان شاء الله مش عايزها في السنه الجديده، بس اللي هو اتغير في السنه الجديده، ما بقاش زي السنين اللي فاتت دي يعني. بس صفات معينه يعني مش عايز اعملها تاني. بس ايه رايك حابه ان انت تنزلي معايا ده تاني؟